إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. اهلا وسهلا بيكم في قناه الصحه والتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الجنسيه اللي ابتديناها مع بعض على قناه الصحه والتخسيس. الناس اللي اول مره تشوفني يا جماعه على القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه الناس اللي بتشوفني لاول مره ترجع تشوف المحتوى من الفيديوهات اللي بنقدمه على قناه الصحه والتخسيس، ولو عجبتنا الفيديوهات يا جماعه نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه عشان يوصلنا، ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشير القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. طبعا يا جماعه انتوا عارفين شغلنا الشاغل اليومين دول الخاص بفيروس كورونا. كنت نزلت فيديو قبل كده اني عن العلاقه الزوجيه في زمن الكورونا، ان هي مفيده جدا وليها فوائد كتيره، اتكلمت عنها في فيديو قبل كده، وهحط لكم لينك الفيديو تحت في الوصف بتاع الفيديو اللي انا بتكلم فيه دلوقتي. ولكن وصلتني عدد كبير من الاسئله الخاصه بصفه عامه عن ايه الحاجات اللي ممكن نعملها غلط بعد العلاقه الزوجيه، يعني بعد ما ننتهي من العلاقه الزوجيه ترى ايه الاخطاء اللي بتسبب لنا اضرار على الجسم سواء عملناها او ما عملناهاش. بصوا يا جماعه، اول حاجه لازم نعملها بعد ما نخلص العلاقه الزوجيه لازم نعمل تطهير للمنطقه التناسليه سواء القضيب عند الرجل او المهبل عند المراه علشان نقي نفسنا من الاصابه بالامراض الفيروسيه. ولكن نخلي بالنا، خلوا بالكم يا جماعه من اللي هقوله دلوقتي، عدم استعمال مستحضرات التنظيف والتجميل زي المناديل المبلله والكريمات والبخاخات. دكتور هيل بوهن بتقول يا جماعه دي بيدخل في تركيبها المنظفات الكيميائيه والشامبوهات بيبقى فيها تركيبات كيميائيه بطريقه مكثفه، والعطور بتبقى من الانواع القويه اللي ممكن تضر البشره والجلد. طب ايه الحل بعد ده كله؟ احنا الاغتسال يا جماعه وتنظيف المناطق التناسليه يتم عن طريق الماء الدافئ بعد الجماعه فقط، ممكن ميه وصابون، بس الناس اللي حساس جلدها من الصابون يكتفى بميه فقط. الناس بالنسبه للستات عدم استعمال الغسول المهبلي لتنظيف المهبل من الداخل. احيانا ستات كتير يا جماعه بتجيب الغسول المهبلي علشان تغسل المهبل من الداخل. دكتور ديلوسيا بتقول يا جماعه ان ده بيؤدي الى حدوث عدوى بتسبب تغيير للتوازن الطبيعي بتاعة البكتيريا. يا جماعه نخلي بالنا ان المهبل فيه بكتيريا طبيعيه موجوده جواه، لما انا هغسله بغسول مهبلي بدون ما يكون في مرض او بدون يكون في بكتيريا ضاره زي بعض الحالات المعينه، عشان الغسول مش عمال على بطال يا جماعه، هو مش حاجه احسن علشان انا استخدمها على طول، لا انا بستخدمه ساعه ما يكون عندي مرض، لكن انا بعد علاقه الجماعه مفيش، ما يستحسنش للنساء ان هي تستخدم الغسول المهبلي لان ده بيخليني اغير التوازن الطبيعي للبكتيريا اللي موجوده في المهبل، لان المهبل بتاع الستات يا جماعه المفروض في بكتيريا مفيده موجوده جواه وبيتنظف بنفسه ان لم يحدث عدوى خارجيه. تمام يا جماعه؟ تاني حاجة يا جماعة من الحاجات اللي نتجنب ان احنا نعملها بعد ممارسة العلاقة الزوجية تجنب استخدام العطور. بصوا يا جماعة، مسام الجلد بعد ممارسة العلاقة خاصة لو كانت العلاقة حميمية بمعنى الكلمة بتبقى مسامات الجلد متفتحة، فانا لو استخدمت عطور بعد ما خلص العلاقة بيحصل عندي تهيج للجلد وبعرضه للالتهابات والجفاف والحكة. دي بالنسبة لتاني حاجة. تالت حاجة يا جماعة نظافة الايدين بعد العلاقة، عشان احنا لمسنا بعض مع وجود العرق اثناء العلاقة نتيجة النشاط اللي احنا بنقوم بيه، الايدينا اتلوثت بالعرق يا جماعة فممكن يتراكم عليها الفطريات والبكتيريا. طب اغسلها بايه؟ بمية وصابون كافية جدا يا جماعة، وبلاش يعني الحاجات الغالية ان هي هتبقى احسن والكلام الفاضي ده كله، مفيش داعي منه يا جماعة، مية وصابون، مية وصابون. تمام يا جماعة؟ رابع حاجة يا جماعة
التبول. الموضوع ده يعني انا مش يعني بركز عليه جدا، لانه يا جماعه بيقيني من الاصابه بالتهابات المسالك البوليه اللي بتهدد النساء اكتر من الرجاله يا جماعه. وفقا لدكتور اليون هيل وايفون بون، دول اطباء نساء وتوليد يا جماعه في جامعه لوس انجلوس، بيقولوا ان اثناء عمليه التبول، اثناء عمليه ممارسه العلاقه الزوجيه بين الزوجين، بتنتقل بعض البكتيريا لقناه مجرى البول، اللي هي القناه اللي بتاخد البول وتطرحه بره الجسم اثناء الجماع، فبتزود فرصه الاصابه بالعدوى. فعلشان كده يا جماعه لازم يا جماعه نفرغ المثانه عند من الميه بعد علاقه الجماع. عشان كده يا جماعه بنقول هو الرجاله بنلاقي فيه يعني بعد ما يخلص العلاقه الحميميه بيلاقي فيه عنده الحاح، والرجاله اكيد فاهميني الكلام ده، بيلاقي فيه الحاح ان هو يعمل تبول. المشكله ان الستات احيانا ما بيعملوش حركه التبول بعد علاقه الجماعه، ده بيسبب لهم الاصابه بالتهابات المسالك البوليه. خامس حاجه يا جماعه نعملها غسول الفم يا جماعه. كلنا عندنا غسول فم. طيب عايز اقول لكم ده بيعمل لي ايه؟ انت عندكم في غسول في الصيدليه رخيص جدا اسمه طمطم. طمطم مضمضه. عايز اقول لكم يا جماعه بيمنع انتشار الالتهابات البكتيريا زي السيلان والامراض الفيروسيه، في مرض اسمه مرض التقبيل يا جماعه نتيجه القبولات بين الزوجين، فلازم اغسل بقي، يعني دي حاجه نظافه شخصيه ليك انت. في مرض اسمه مرض التقبيل زي ما قلت لكم دلوقتي، الاختصار بتاعه اي بي في، ممكن نتكلم عليه ان شاء الله في اوقات تانيه. فغسول الفم يا جماعه بيمنعني من انتشار الالتهابات البكتيريه زي السيلان او الامراض الفيروسيه زي مرض التقبيل اللي انا قلت لكم عليه. بعد كده يا جماعه نغير الملابس الداخليه علشان ما نلبس نفس اللبس اللي احنا كنا لابسينه، علشان يقيني من الاعضاء التناسليه من الالتهابات. رقم سبعه يا جماعه، الناس اللي بيبقى ما عندها العاب زوجيه، في ناس هي فاهمني انا مش عايز اوضح، بس انا بقول ان في ناس عندها العاب زوجيه بيستخدموها اثناء العلاقه يا جماعه، دي لازم تتغسل يا جماعه علشان ما تتراكمش عليها البكتيريا والجراثيم. بعد كده رقم 8، نغير الملايه بتاعه الفرش يا جماعه، لسبب بعد ما تخلص العلاقه وناخد ريلاكس كده نمسك الملايه، الزوجه تمسك الملايه وتحطها في الغساله على طول، لان يا جماعه في افرازات شفافه ممكن انت ما تشوفهاش او انت ما تشوفيهاش بتتجمع عليها البكتيريا، ودي بتزود لي خطر الاصابه بالامراض الفيروسيه. بعد كده يا جماعه رقم 9، لازم اشرب ميه كتير يا جماعه علشان ارطب الجسم، ده اول حاجه. وتاني حاجه خاصه للستات لازم عشان احفز التبول، الناس الست اللي ما تحسش ان هي عايزه تتبول بعد العلاقة الجماع تشرب ميه كتير عشان تحفز التبول، وبالتالي تطرح المزيد من البكتيريا المسببه للعدوى خارج الجسم. اخر حاجه ارتداء ملابس تكون واسعه فضفاضه يا جماعه، علشان زي ما قلت لكم من شويه اثناء العلاقه الحميميه المسام بتاعت الجلد بتبقى مفتوحه فتسمح بدخول الهواء للجسم بعد الجماع، ويستحسن تكون الملابس دي قطنيه يا جماعه علشان خاطر تمتص لو في رطوبه في الجو او اي حاجه. تمام؟ رقم 11 يا جماعه، الحذر ثم الحذر ثم الحذر من الاصابه بالفطريات لانتقالها من طرف لاخر، من الزوج للزوجه ومن الزوجه للزوج اثناء العلاقه الزوجيه. ونخلي بالنا ان الاصابه بالفطريات مش حكر على النساء زي ما معظم الرجاله مفكرين، لا بيصاب بيها الرجاله ايضا. يمكن لما بنروح اكيد ما فيش زوجين، قليل جدا الا لو كانوا بيتبعوا الارشادات الصحيه اثناء العلاقه الزوجيه بطرق سليمه جدا واعيه جدا، لكن قلما بنلاقي ان مفيش زوجين اتصابوا بالفطريات، بتلاقي الدكتور دايما بيوصف اللي هم الكبسولتين بتوع الفطريات الماده الفعاله بتاعتهم فلوكونازول، علشان خاطر يدي كل اسبوع واحده لكل من الزوجين، يقول لك لازم الزوج والزوجه تاخدهم. اكيد اللي اتصابوا بالموضوع ده فاهمين كلامي كويس. بعد كده يا جماعه، طيب دكتور هو ايه العلامه، علامة الإصابة بالفطريات علشان أعرف وبالتالي آخد العلاج على طول أو أروح أكشف وآخد العلاج بتاعي؟ شعور بحكة في المناطق التناسلية، حرقان في المناطق التناسلية، وجود إفرازات بتبقى لونها أبيض وتكون سميكة نازلة من المهبل أو من القضيب، دي علامات الإصابة بالفطريات يا جماعة، وتستلزم كشف وجود علاج على طول يا جماعة، اللي هي الكبسولات اللي بتتاخد كل أسبوع عشان ننهي عليها، لأن الموضوع ممكن ينتقل من وإلى ويفضل نفضل في دايرة مغلقة.
يعني ده يخف، ده يتصاب، ده يرجع يسيب التاني، فنفضل في دايرة على طول. بعد كده يا جماعة رقم 12، الناس الحوامل لازم يعملوا الإجراءات اللي احنا خدناها دي، بس بتبقى حاجة كده ستريكت، يعني حاجة كده بانتظام، ويبقوا متشددين كمان في الوعي أثناء العلاقة الزوجية بالنظافة الصحية. ليه يا جماعة؟ لأن أثناء الحمل بتزيد فرصة الإصابة بالعدوى. لكن العلاقة في الحمل يا جماعة، الناس اللي بتسأل العلاقة في الحمل آمنة ولا لا؟ آه يا جماعة، العلاقة في الحمل آمنة إلا في الـ3 شهور الأولانية، بيبقى بيستلزم شوية راحة للأم، خاصة لو عندها تاريخ إن الحمل بيسقط أو بيحصل إجهاض أو عندها مشكلة في تثبيت الحمل. لكن الحمل، العلاقة الزوجية في حد ذاتها أثناء الحمل مفيدة كمان للحمل، وإن شاء الله نبقى نعمل حلقة على الموضوع ده يا جماعة. بعد كده اخر حاجه يا جماعه عايز اتكلم عليها، اجراء تحاليل طبيه. يا ريت يا جماعه ما نستخسرش في نفسنا المفهوم الصحه. اديكم شايفين العالم كله قاعد في بيته بسبب ان الصحه عندنا متدنيه، مش عندنا احنا بس، ده على مستوى العالم. اثبت العالم ان الصحه عنده ما كانش بيفكر فيها. مش معنى ان احنا ما جالناش وباء من فتره ان احنا ننسى الصحه يا جماعه. الصحه دي اهم حاجه. اديكم شايفين احنا قاعدين في بيوتنا وعاملين ازاي. اجراء التحاليل الطبيه يا جماعه، لما الاقي مثلا وجود افرازات غير طبيعيه او الم او قروح او مثلا بقع في المناطق التناسليه او تضخم في الاعضاء التناسليه. ليه يا جماعه؟ لان ممكن اكتشف ان في مرض من الامراض اللي بتنقل عن طريق الجنس، اللي هم يسموها الامراض المنقوله جنسيا، اللي هو sexually transmitted diseases. نخلي بالنا منها. وممكن كمان اكتشف ان في مشكله صحيه طارئه عندي. فما لو اكتشفت اي اعراض من الحاجات اللي انا قلتها من دلوقتي، لا نروح يا جماعه نكشف ونشوف التحاليل الطبيه اللازمه واعملها. تمام يا جماعه؟ بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الحلقه دي. طبعا كل الحاجات اللي يجب مراعاتها بعد الانتهاء من العلاقه الحميميه بين الزوجين. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الحلقه. لو ليكم اي كومنتات يا ريت تبعتوها لي تحت الفيديو ده على طول يا جماعه، انا هرد عليكم على طول. بشكر كل الناس المتابعين الجداد ليا، اهلا بيكم في قناه الصحه والتخسيس. ما تنسوش كل يوم ان شاء الله هينزل لكم فيديو خاص بالتوعيه الصحيه، توعيه جنسيه او التخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه لو اي حد ليه اي كومنت يبعته لي تحت الفيديو. في نهايه الفيديو بشكر كل الناس. يا ريت يا جماعه لو عجبنا الفيديو نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل يوم فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشير القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. كنتم في قناه الصحه والتخسيس، وكان معكم دكتور حنس حشمت. الف سلامه.